بسم الله الرحمن الرحيم. مساء الخير والسعادة والمحبة والابتسامة والصحة والعافية، حياكم الله ويا هلا مرحبا فيكم مشاهدينا وين ما كنتوا تتابعونا. اليوم راح ننطلق معاكم بداية سنة جديدة نتمناها عام خير على الكل إن شاء الله. اليوم حلقتنا الأولى من برنامجكم برنامج كلينيك، ويعود لكم هذا البرنامج وهذه المركز المميز، المركز البطل حقيقة بما يقدمه من خدمات مميزة ومتألقة دائما وأبدا بشهادة الشهود، بشهادة المراجعين، اللهم لك الحمد، عسى الله يعافي الكل. ولكن من يعاني من أمر معين ينطلق مباشرة للمركز الجرالة الألماني التخصصي. الحمد لله وصلت الرسالة من السنة الماضية، لكن هالسنة راح نطلع عليكم بشكل مختلف تماما. الجزء الأول من برنامج راح يختلف عن الجزء الثاني من برنامجكم برنامج كلينيك. راح تحسون معنا إن شاء الله من خلال مشاركاتكم في هذا البرنامج عن طريق الأرقام راح تظهر لكم على الشاشة. شاركوا معنا، تدرون ليش؟ أولا إذا في جوائز مقدمة من مركز الجرالة الألماني التخصصي راح أقول لكم قيمة الجائزة في نهاية الحلقة. شاركوا معنا عن طريق الرسائل، وأكيد راح يتم فرز بالكنترول، واللي راح يطلع اسمه معنا راح نقول اسمه على الهواء أو نقول رقم على الهواء، الترتيبات عند الأخوان بالكنترول، وإن شاء الله راح نقدم له جائزة مقدمة من مركز الجرالة الألماني التخصصي نعلن عنها في نهاية اللقاء. أيضا في جوائز وفي جمهور معنا متواجد بالاستديو راح نطرح عليهم تساؤلات، وأيضا إذا عندهم أسئلة يوجهونها لضيفنا الكريم، وفي نهاية البرنامج أيضا لهم جائزة مخصصة من مركز الجرالة الألماني التخصصي. وأيضا هناك جائزة لجميع مراجعي مركز الجرالة الألماني التخصصي. شوفوا إحنا ودنا نجيب ملفاتهم هني، لكن الصراحة قالوا لي الرقم صعب أني بالملفات. نقدر نقول الرقم دكتور؟ 40,000 ملف، عسى الله يعافي الكل إن شاء الله، عسى الله يعافي، ولكن ما نقدر نجيبكم 40,000. راح نشوف طريقة معينة يتم الفرز أمامكم، لكن اليوم في أول حلقة لهذا البرنامج تم فرز الأسماء. هناك اسمين معنا راح نعلنهم على الهواء، وراح نقول لكم شنو أيضا جائزات جوائزهم المقدمة من مركز الجرالة الألماني التخصصي. عموما مركز الجرالة الألماني التخصصي السنة الماضية كان ولد بروحه، اليوم الله رزقه 3 إخوان، صاروا 4. مركز الجرالة الألماني التخصصي، برلين كلينيك، الجهرة كلينيك، وأيضا ديمة كلينيك، كل هذيلة متواجدين اللي بالجهرة واللي بحولي، وأرقامهم راح تكون على الشاشة. ما بيطول عليكم، بشوف جمهورنا وبشوف ضيفنا، وأيضا تبون تعرفون عن المراكز الأربعة تابعوها بهذا التقرير.
حياكم الله مشاهدينا ويا هلا ومرحبا فيكم. طبعا تصحيح للمعلومة اللي قلناها قبل شيء، 40,000 فقط مشاهدينا بعيادة الوحدة الكويتية الألمانية لجراحة الكلى والمسالك البولية، 40,000 وهي الجائزة مقدمة من هذه الوحدة. لكن المراكز بشكل عام يعني عسى الله يعافي الكل، يعني أرقام الأمانة كبيرة، وراح نتعرف على هذه الأرقام اللي قاعدة تزيد بين فترة وفترة من خلال هذا اللقاء وهذا البرنامج. إحصائيات لأمراض متعددة حقيقة مع ضيوفنا الكرام مع هذا البرنامج، راح نتعرف عليها يعني بشكل مختلف من حلقة إلى حلقة. لكن هي 40,000 فقط مراجع وملف موجود في وحدة الوحدة الكويتية الألمانية لجراحة الكلى والمسالك البولية. عموما موضوعنا مهم جدا وحساس مشاهدينا، جدا حساس وجدا يعني اللي ما يتلاحق على نفسه ويستبسط الموضوع اعتقد راح يعاني من مشاكل كبيره. واعتقد معنا ضيوف اليوم راح يتكلمون عن هذا الموضوع تحديدا ويتكلمون عن هذه المشكله وفعلا اللي سكت عليها اللي عالجها. ما نبي نوصل لامور متطوره وفي ناس وصلت، لكن نقول لهم ما تشوفون شر ان شاء الله، واللي عنده مشكله يراجع مباشره. اليوم موضوعنا راح نتكلم على حمله الوقايه من سرطان وامراض البروستاتا. في هذه الحلقه يسعدنا ان نمسي بالخير على رئيس الوحده الكويتيه الالمانيه لجراحه الكلى والمسالك البوليه الدكتور علي مهدي زاده. دكتور علي مساء الخير. مساء الخير وكل عام وانت بخير. كل عام وانت بخير ابو تركي، مشكور على الاستضافه. انتم المشكورين، الله يسلمك دكتور وبارك الله فيكم. واليوم ما شاء الله صار عند اخوان مركز الجراحه الالماني. نعم الحمد لله. عدل السنه الماضيه زاد الى مركز جراحه الالماني تخصصي مركز برلين كلينيك بكل التخصصات المختلفة، والجهر كلينيك والديما كلينيك في منطقة الجهر. جميل. ما نبي نتكلم الآن عن الحملة دكتور، ما نبي نتكلم عن هذا الأمور، راح نتطرق لها بعد شوي. لكن بتكلم أول شيء وأبارك لك، نقول لكم مبروك على حصولكم على شهادة الآيزو. نعم عدل، حصلتوا عليها السنة 2015 20/12/2014، يعني راح يكون عندكم احتفال سنوي بهذه المناسبة. بالضبط. مبروك بالضبط. إن شاء الله. الله يبارك. كلمنا دكتور عن هذه الشهادة، شهادة الآيزو، مدى أهميتها ومدى حرصكم على الحصول على هذه الشهادة، وشنو هي شهادة الآيزو أصلا؟ حقيقة في كل تخصص وفي كل مجال هالأيام في قضية شهادة الجودة أو الآيزو في كل التخصص ممكن، وفي المجال الطبي بعد نفس الشيء ممكن واحد يحصل على الآيزو، بحيث أن سياسة الجودة يكون في أعلى مراتب الدولية. فباشرنا قبل سنة ونص، بلشنا قبل سنة ونص بكل الإجراءات عشان نحصل على الآيزو. سنة ونص دكتور؟ أخذوا ويانا سنة ونص الموضوع. نعم بلشنا يعني الأمر مو بسيط يعني. 2013 آخر 2012 لغاية آخر 2014، فأخذوا ويانا 18 شهر عشان نحصل على الآيزو تيف الألمانية. فطبعا كل الأقسام في المركز جرال الألماني التخصصي جاهدوا معنا بكل الأقسام من الأطباء، ممرضين، قسم الإدارة، كل الأقسام. أيضا الأجهزة لها علاقة أيضا دكتور. كل الأمور. مفروض الأجهزة نفس تكون العامل. الأجهزة مفروض تكون مرقمة بالضبط، شلون صيانة الجهاز، شلون ترتيب الملفات، شلون كل العوامل من ناحية الريسبشن والمناحي الإدارية، من كل العوامل. حتى الاستقبال له دور. حتى الاستقبال، كل الأمور، كل الأمور. برنامج المركز، وإحنا أول مركز طبي في الكويت. أول مركز، طبعا في مستشفيات أخذوا شهادة الآيزو، لكن كمراكز طبية، كمراكز طبية أول مركز بالكويت، أول مركز يحصل على هذه الشهادة، يحصل على شهادة آيزو في الكويت. دكتور هذا شنو يعطي انطباع إلى الشخص المراجع لمركز الجرالة الألماني؟ طبعا هذا جودة. الآيزو عبارة عن أن إحنا نعلن عن طريق مؤسسة دولية مثل توف الألمانية، وهذا توف الآيزو الألماني ما يعطون لأي شخص إلا أو أي مركز إلا بال فحص بكل الأنظمة اللي موجودة في المركز، أنظمة الملفات، تخزين المعلومات، السيستم، الريسبشن، النظافة، انفكشن كنترول، كثير من العوامل في خطوات معينة. وإحنا جاهدنا جهد كبير مع كل الموظفين الصراحة، ونشكر الجميع في هذه الحلقة اللي ساعدونا على حصول على هذه الشهادة اللي قيمة جدا فعلا بالنسبة لنا، وهذا دليل أنه الجودة الموجودة فعلا ذات مستوى. يعني آخر سؤال في هذا الجانب، الآيزو هل ممكن تسحب شهادة الآيزو لو قلت المعايير؟ نعم. المتفق عليها؟ نعم سنويا راح يكون في حس دوري في رقابة من هذه المنظمة، وإذا لا سمح الله الجودة نزلت فممكن يتم سحب الآيزو. جميل.
دكتور قلت لي قبل شوي وبيك تقول حق المشاهد الكريم اليوم الصبح الساعة 8 كان عندك عملية. كان عندنا عملية لشخص كان عنده سرطان في بروستات، لا حول ورم خبيث، وتم عملية بنجاح كبير، إزالة البروستات بالكامل مع غدد اللمفاوية بشكل كامل، راديكال بروستاتكتومي اللي هي اسم العملية، والحمد لله المريض بحالة جيدة جدا، وتم كشفه عن طريق فحص الدوري للبروستات والحمد لله بحالة جيدة في المستشفى. يعني دكتور ممكن يرجع يمارس حياته طبيعي جدا ما في اي مشكله بالكامل ان شاء الله. لازم ننتظر النتائج الفحص المختبر بالنسبه للانسجه طبعا لغايه وين، بس حسب العمليه الحمد لله راح يشفي تماما من هذا المرض ان شاء الله باذن الله تعالى. ان شاء الله يا رب. دكتور ليش دائما يتخوف المراجع او المريض من بعض الاطباء؟ يقول يا اخي يعني صعب التعامل معه، ما اقدر يعني اتكلم معه اقول له كل الحقيقه. هل الدكتور لا يعني لا علاقه في هذا الموضوع ايضا طبعاً، ولا هو بس علاج وفحص وانتهى الموضوع؟ العوامل النفسيه، كل مريض لما يراجع اي عياده اول شيء لما المريض يراجع العياده معناته انه حاط ثقته الكامله للدكتور وهذه العياده، وهذا المفروض لكل دكتور يفتخر لكل المريض اللي يراجع. بس في نفس الوقت طبيعه الدكتور وطريقه التعامل الدكتور والاجواء اللي موجوده كله يساعد على ان المريض ياخذ راحته بالذات حق المواضيع الحساسة مثل قضية البروستات اللي لها علاقة في كثير من العوامل الاجتماعية والجسدية والحياتية اليومية. راح نتكلم عن البروستات نفسها حق المشاهد شنو هي، يحتاج ان الدكتور يريح المريض لازم عشان ياخذ راحته بالأسئلة بالمعلومات اللي راح ياخذه اللي راح يساعده في فترة العلاج. جميل، لأن الدكتور مش معالج فقط وانما ايضا بالضبط صديق المريض، لازم يكون صديق. جميل، نعم. راح نكمل حوارنا دكتور، وايضا جمهورنا عندهم اسئلة يبون يسألونك ونبي نسألهم عن تجربتهم معاكم بالتأكيد. مشاهدينا بعد الفاصل راجعين لكم، ارقامنا على الشاشة، ابعث رسالة وان شاء الله تكون احد او احدى الفائزات معانا او الفائزي في هذا البرنامج اللي راح نعلن في نهاية الحلقة كم الجائزة المقدمة من مركز الجارة الألماني التخصصي بعد الفاصل. صحتك تاجك، اهزم أمراض البروستات بالفحص المبكر، حياتك أحلى بلا أمراض. اكتب نهاية مرض سرطان البروستات بالفحص المبكر واعلن بداية سعادتك، ساعدنا نخلصك من كابوس أمراض البروستات. أخوك طارق العلي. نذكركم مشاهدينا بارقامنا ان شاء الله على الشاشه راح تكون، اللي حاب يتواصل معنا حياكم الله، ابعث رساله ان شاء الله وتكون احد فايزين معنا في هذه الحلقه لهذا اليوم. دكتور علي نرجع على موضوع البروستاتا،
البروستاتا شنو هي بالضبط؟ نبي نفهم المشاهد الكريم، هي متعلقة بالذكور. طبعا. طيب نعم. شنو بروستاتا؟ بروستاتا عبارة عن غدة ذكورية تحت عنق المثانة مقابل مستقيم، وظيفته إخراج سائل مذي اللي يساعد على الحيوانات منوية للتلقيح البويضة عند الزوجة. نعم. في المعاشر الجنسية. هذا دور البروستات. دور البروستات. نعم. فهذا السائل البروستات سائل مذي مهم للغاية من ناحية خروجه، من ناحية تلقيح البويضة حق لا علاقة بالقوة، لا علاقة بالأمور هذا كله. إحنا نعرفه واللي درسناه والدراسة إن كانت هي عبارة عن الملايين من هذه الحيوانات، ولكن اللي تخترق البويضة واحد أو اثنين. بالضبط. الحيوانات المنوية يحتاج الطاقة، الطاقة تي من بروستات عبارة عن بنزين السيارة. نعم. تقدر تشبهها بهالطريقة. جميل. حلو. تشبيه جدا رائع. الحيوانات المنوية بدون سائل المذي أو البروستات بدون ما يقدر يلقح البويضة، فشيء مهم. بس مكانه حساس، يمر من وسط مجرى البول. اللي يمر البول تكرم المذي. حساسيته لها خطورة على المريض دكتور؟ نعم، لأن مكانه حساس في منطقة الحوض. اوكي، يمر من وسط مجرى البول، فاي تضخم للبروستات يضعف قوه الدفع البول وممكن ياثر سلبا على وظائف المثانه والكلى. شنو اعراضها دكتور؟ اعراض البروستات الاوليه الام في منطقه الحوض. كثير من المرضى يشتكون في الام مختلفه في منطقه الحوض، كثره التبول، عدم التحكم بعد الاحيان للبول او تنقيد في البول، كثره دخول الحمام بالذات مساء، ان الشخص يقوم بالليل ثلاث مرات او مرتين اثناء النوم يقوم يدش الحمام، عدم القدره للتحكم بالبول لفترات طويله فيحس بالانحسار البول، وعدم التحكم من هذه الناحيه، غير ناحيك عن الحرقان اثناء التبول او اثناء الخروج المني. نعم، ممكن يتسبب بعدوى، اللي ما يعالج نفسه بعدوى الى الزوجه. نعم. اثناء المعاشره الزوجيه اذا كان في احتقان او التهاب للبروستات فممكن ان الميكروب او جرثومه ينتقل من الزوج للزوجه وهي ترد للزوج في مراحل مختلفه. الوقت ممكن تاخذ وقت طويل، يعني تقريبا سنتين. طيب. وعشان كذي علاجه يبي له وقت طويل للبروستات. راح تعرف متى الفحص الدوري يكون، من اي بالضبط. عمر الكبار الشباب المتزوجين غير المتزوجين، لكن بعد ما انتقل حق الجمهور ان شاء الله نمسي عليهم بالخير. مساء الخير، حياكم الله معنا، اهلا وسهلا فيكم وسعيدين بتواجدكم وشكرا لتلبيتكم هذه الدعوه. استاذ ابتدي معاك، الله يسلمك، تعرف عليك. معاك اخوك اسامه منير. اسامه منير، اهلا استاذ اسامه، حياك الله. استاذ اسامه، ممكن تعرفنا وتعرف المشاهد الكريم على شنو كانت المشكله معاك بالضبط؟ طبعا في البدايه كان انا عندي الم بالمنطقه هذه بالضبط، ورجعنا مركز الجار الله، والاخوان ما قصروا طبعا، قاموا بالفحص على البروستاتا طبعا في عمر، انا عمري تقريبا 51 سنه. نعم. عملوا لي السونار وعملوا لي الفحص على البروستاتا من قبل الدكاتره المتخصصين في هذا المجال، وطلبوا علي بعض الفحوصات والتحاليل، والحمد لله اتضح انه اللي موجود عندي يعاني من التهاب بسيط. قاموا باخذ الادويه اللي واعطوني الادويه، يعني الحمد لله عن طريق الادويه ما. نعم. ما كان هناك تدخل جراحي. لا لا الحمد لله. وقمت للامانه كنت خايف اول مره، كنت خايف انك تراجع الدكتور اساسا في هذا الموضوع؟ جدا. خوف من المرض ولا خوف من الحرج؟ لا، خوف أول شيء من المرض، ويعني دائما موضوع البروستاتا يعني يحتاج فحص معين لاكتشاف. نعم. وجود مرض البروستاتا. كنت تحس في حرج؟ نعم. لكن بعد ما التقيت مع الدكتور المختص في هذا الجانب؟ لا الحمد لله، طبعا الدكتور يلعب دور كبير في إعطاء الطمأنينة للمريض، وهذا يتمتع في الجار الله التخصصي. جميل. كمركز معروف. انت عشان معانا قاعد تمدحهم ولا؟ لا هذا لا صحيح؟ لا لا، هذه بصدق، هذه بصدق يعني. الحين ان شاء الله ما فيك الا العافيه. لا الحمد لله رب طيب العالمين. عندك سؤال حق دكتور علي؟ لا الحمد لله، هو الدكتور علي طبعا اقام بالاجابه. كان طبعا السن انا فحصت في سن 51 سنه، بس طبعا تسال الدكتور علي هل وجود عفوا الدم في الخروج بالبول، هل هذا دليل على انه الانسان يعاني من مرض البروستاتا او يمكن يكون اعراض اخرى ثانيه؟ هذا اللي احب بس اعرفه من الدكتور علي اذا ممكن. ان شاء الله يجاوب على سؤالك، مشكور ما قصر. انتقل اذا حد عنده. استاذي تفضل تعرف عليك، مو حاط هني. مساك الله بالخير. مساك الله بالخير، حياك الله. الله يخليك. تعرف عليك. وليد دويسان.
وليد وسام حياك الله اخوي وليد. اخوي وليد تكلمنا الله يحفظك على ان شاء الله ما فيك الا العافيه الحين ان شاء الله. الحمد لله والشكر. اللهم لك الحمد. الله وفضل من الدكتور علي لان الدكتور علي اكثر من اخ وصديق. يعني معي من 20 سنه من ايام العياده صحيح. الاولى. نعم. ها يعني زيارتك سهله ما تتردد ما تخاف. لا 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 على فكره ترى اللي يخاف ما راح يعيش راح يظل بمرضه. نعم. فالواحد عرفت انه يروح الدكتور يشوف شنو فيه ما فيه، وخاصة التوعية ما عندنا بالكويت التوعية ما فيه. عرفت؟ يعني أنا من الناس قعدت مع واحد من ربع كلمته وموجود يسمعني الحين حاليا. نعم. قلت له ليش ما تفحص البروستاتا؟ ثاني يوم خذ موعد عند الدكتور علي. اقتنع بكلامك؟ اقتنع بكلامي. قلت له لأن هذا بعيد الشر عنكم، المرض هذا يجي فجأة. نعم. يجي فجأة ما يعطيك جرس يقولك ترى أنا جيت. ها ما في إنذار؟ ما في إنذار. انت رحت فحصت بشكل دوري يعني استاذ وليد ولا عانيت من لا 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 الحمد لله والشكر افضل علي لان انا تابع معاه عرفت شلون فيوم فحصت كان يقول لي الدكتور الثاني الالماني فضل قال ليش ما تاخذ فحص نعم. البروستاتا قلت يلا جميل اي عطني شنو ترى كل فحص البروستاتا ما يتاخر معك حتى ربع ساعه تقرب المايك بس عشان صوتك لا يكون حتى ربع ساعه ربع ساعه بس ربع ساعه صح. اذا جت موعدك ربع ساعه دم عرفت وسونار بس صح. بس عندك صح. سؤال حق دكتور علي؟ دكتور علي انا سالتي انا صديقك عاد الحين نبي الحين بس انا اقول لك دكتور علي في انت من ساعه قلت له تكرم البول نعم ثلاث مرات بالهذا ترى هم السكر نعم يؤدي الى البول ثلاث مرات فنوضح اكثر فعلا كيف البروستاتا البروستاتا شلون اعرفها انا ان اعرف انا عندي بروستاتا ما صح هني عنده سؤال الاستاذ بعد هني عنده سؤال يعطيكم العافيه يعطيك العافيه حياك الله اعرف عليك من خمس سنين صار عندي مشكلة هلا طبعا أنا كل ست شهور راجع عند المركز الجرالة بالنسبة فحص البروستات بس ليش أنا من خمس سنين وهي نصيحة على وجه الله نعم بس اتعرف على اسمك يوسف سعد يوسف حياك الله سعد شنو النصيحة نعم النصيحة نصيحة انه الانسان لازم يعمل فحص البروستات وفحص قولون فحص قولون صح. كمان ليش انا رحت صدفي اعمل فحص البروستات صدفي ما طلع فيه شيء الحمد لله الحمد لله بعد رجعت عملت فحص كولون صدفي فقال لي الدكتور لا رح تعمل عفوا بواسير فالدكتور قال لي لا عمل فحص كولون عملت طلع مره معرض الخبيث لا حول ولا قوه بس طلع شو صغير جدا الحمد لله فالحمد لله نحمد الله انه بالبدايه كان لما عملنا عمليه واستصلوه اللهم الحمد لله انتهى حتى دواء ما اخذتش دواء لا كيمياء ولا شيء فهلا انا كل ست شهور براجع بمركز الجرالة والله افرحتني يعني قسم يعني افرحتني بهذا الاهتمام انا يعني بارك الله فيك وهذه رساله لكل من يتابعنا حتى اصدقائي حتى اللي بعرفهم بنصحهم يعملوا فحص بروستات وكولون اثنين يمكن الدكتور علي بوافقني على شيء ما بعرف انا صارت معي مش بحد ثاني يعني فهلا انا كل شخص بساله عميل فحص بروستات وخاصه اللي فوق ال 50 يعني بالذات نعم وخاصه بكون انا عندي اثنين اصدقاء اجاهم مرض الخبيث بالكولون مش بروستات طيب بس كان مرحله متقدمه جدا يا حرام شو عانوا كثير عانوا مشاكل يمكن اربع خمس شهور معانين من الموضوع هذا فلما بديش تعمل فحص بروستات وفحص كولون خاصه للرجل بعد بهالعمر هيدا مبكر بصفي هين عليك جدا جدا الفحص جدا سهل ولا صعب لا لا بسيط لا والله والله اسهل منه ما في اخذ معك وقت الفحص البروستات يمكن بفش ربع ساعه كان كل ست شهور راجع عندهم نعم. كل ست شهور لازم القولون الكولون بيعملوا لك ما بتحسش اصلا بيعطوك بنج موضعي كامل نعم. عفوا بنج كامل ما بتحس بشيء نعم يعني انا زوجتي قالت لي يوسف قوم شو صار ما بعرف شو صار كنت خايف لا لا اصلا ما لا قبل لا تروح كنت خايف للامانه ما والله ما كنت اصلا ما بتحس بشيء اللي بتحس حلو. ابره صغيره بايدك وخلص انتهى الموضوع الابره بعد لازم بقى. ما في علاج بعد ما تمسك بالابره مشكور استاذ يوسف ما قصر مشاهدينا هذا اراء جمهورنا المتواجدين معنا مستمرين معاهم مع ضيفنا الكريم وبعد الفاصل متواصلين معاكم وارقامنا على الشاشه اللي حاب يشارك معنا ان شاء الله يكون احد الفائزين في نهايه هذا البرنامج فاصل وراجعين لكم
دكتور علي، مثل ما تفضلوا حضورنا الكريم، هل وجود الدم أجلكم الله والمشاهد الكريم بالبول، هل هذا دليل على بروستاتا؟ خصوصا في ناس ممكن مرات يشوف في دم لكن ينقطع فجأة ماكو شيء خلاص. اي نعم، قد تكون من البروستات، بس أهم من الموضوع ممكن تكون لا سمح الله أورام في المثانة، أورام خبيثة ممكن تكون في المثانة. إذا الدم مثل ما تفضل الأخ كان موجود في البول بدون ألم يوحي على لا سمح الله وجود ورم، قد تكون نعم. إذا لا مع الآلام راح تكون التهابات أو حصو، الحصو لما يتحرك في الكلى أو الحالب ممكن الخدش في الحالب يسبب خروج الدم مع البول. فأسباب كثيرة، التهاب البروستات، التهاب المثانة، التهاب في الحالب أو حصوات في الكلى، حصوات في المثانة مع حركة الكذا ممكن يسبب خروج الدم. بس إجمالا أي خروج دم مع البول بأسرع وقت لازم يراجع الطبيب للكلى والمسالك البولية، بحيث إن شاء الله إنه ما يكون في أمور معقدة. زين الخدش دكتور، هل ممكن معالجته ولا أيضا يحتاج إلى تدخل جراحي؟ لا لا لا، عادة الالتهابات علاج بالأدوية والعقاقير في الأدوية. الأجهزة دكتور المتوفرة، هل هي أجهزة يعني عالية الجودة ودقيقة جدا تفحص كل هذه الأجزاء؟ عبارة عن فحوصات اللي يحتاج تحليل البول، تكرم تحليل الدم، سونار للمثانة، قد شخص يحتاج إلى منظار موضعي في العيادة أو بنج عام إذا كان ثبت أنه في أورام أو في أمور معينة أو حصو في الكلى يحتاج إزالة الحصو. نعم، مثل ما تفضل أخونا وليد أيضا سأل سؤال في عملية تكرار البول، يقولك أيضا هناك مرضى السكر أيضا يتكرر عندهم سؤال مهم جدا والله. نعم، كثير من المرضى، كثير من المرضى أول ما يقول السؤال دائما في ستاندرد، في أسئلة إحنا نسأل كل المرضى، عدد مرات التبول، كم مرة تقوم بالليل؟ فكثير منهم يرد يقول طبيعي جدا أنا بقوم 5 مرات بس عندي سكري، فيربطون عدد المرات للتبول بالسكري. قد تكون صح، بس أكثر الأحيان لا، يكون السبب بروستات. والناس يمر عليهم سنين بكثرة التبول على باله إنه يقول والله بما إن أنا عندي سكري أو عندي ضغط فشيء طبيعي إنه أقوم بالليل 7 مرات. لما أسأل بالنهار طبيعي يقول إيه والله بالنهار طبيعي بس ما أدري ليش بالليل أقوم كثير. فممكن يكون سكري يعني غير منظم سكر، بس بمجرد نعطي علاج البروستات يحس إنه اختلف تماما. يعني اللي يقوم أثناء النوم يقعد من نومه ويروح أجلكم الله إلى دورة المياه بكثرة، قد تكون أحد الأسباب قد تكون بروستات. بكثرة أثناء النوم دكتور ولا بكثرة أثناء الأيام؟ بغض النظر أثناء النهار أو أثناء الليل. يعني أنا كل ليلة أنام لازم أقوم من نومي أروح الحمام أو أقوم أكثر من مرة باليوم، فلازم نشيك من ناحية البروستات عشان يتأكد أن هذا ما له علاقة بالبروستات، أو قد تكون احتقان. نعم، أو التهاب. يعني أو يعني الشخص اللي يقوم أكثر من مرة باليوم. نعم، وهو اللي ممكن يكون فيه مشكلة، قد تكون فيه مشكلة للبروستات. طيب. نعم. أيضا دكتور بالبرد يعني الناس اللي تشرب ماي تكثر إلى أيضا تروح إلى دورة المياه بالبرودة، برودة وحرارة قد الجسم قد شيء طبيعي. هذا شيء العلاقة؟ لا لا، شيء طبيعي أن المثانة يضطرب مع الخوف، قلق، البرودة، في هذا أمور عوامل طبيعية طبيعي قد تكون. طيب، من شخص لشخص هم يكون متفاوت لأن جميل. حجم المثانة قد تكون مختلف من شخص لشخص. بس هم نكرر إذا شخص شاف أن هذا الموضوع متكرر وفترة طويلة يعني صار لأسابيع يتكرر يدش الحمام بكثره فعليه والله الله يستر يا دكتور. من اللي تابعونا يكون صار معاه اشهر وللحين ساكت، فنقول له روح افحص مركز جرالة الالماني التخصص. دكتور احنا نزلنا بكاميرا كلينيك الى اخواننا ايضا المقيمين وعملنا تغطيه في هذا الجانب وسالناهم عن بروستاتا، شو يعرفون عن بروستاتا بالضبط؟ راح تسمع معاهم الاجابه وراح تجاوب على تساؤلاتهم او مفهوم اذا كان مفهوم خاطئ او مفهوم سليم. نشاهد مشاهدينا، نشوف الجمهور الكريم اللي التقينا معاهم شنو قالوا عن مرض البروستاتا. البروستاتا هي جزء في الجهاز البولي مسؤول عن التحكم عن دخول البول بعد المحالب. دائما بيجي يعني في الغالب بيحصلها التهاب بعد سن 40، قد تؤدي لو التهابات شديده وما تعالجتش كويس ممكن تؤدي لسرطانات، ومن اهم انواع السرطانات اللي بتصيب الانسان الذكر. يعني والله مرض البروستاتا نسمع فيه بس ما اعرفش علاجه ايه بالضبط. مرض البروستاتا ما نعرفش عنه حاجه. مرض البروستاتا صراحه ما اعرف عنه شيء، ما اعرفش ايه اسبابه ولا ايه مسبباته، بس كل اعرفه ان في مرض بروستاتا. مرض البروستاتا ده اول مره اسمع عنه.
البروستاتا اولا دي موجوده حول مجرى البول بتاع الذكر بتاع الانسان، واخد بالك سيادتك؟ لما بيجي المرض ده هو في البروستاتا فبيحصل تضخم في البروستاتا، فلما بيحصل تضخم في البروستاتا فبيضغط على مجرى البول، فلما بيحصل مجرى البول فبيحس الانسان بحرقان وتقل في المسايره، واخد بالك سيادتك؟ بس ادي مرض البروستاتا، ومرض البروستاتا بيجي عن طريق التهابات او عدوى او حاجات زي كده يعني. مثل ما سمعنا دكتور وشاهدنا المشاهدين، البعض يقول لك ما اعرف انا شنو البروستاتا بالضبط، البعض اللي يعرف اول مره يسمع مرض البروستاتا، البعض قال لك يعني ياتي عن طريق العدوى وهو كذا، كلها معلومات عامه يعني، هل من الضروري ان تتوفر هذه الثقافه عند الشخص انه يعرف شنو مرض البروستاتا؟ ولو مش من الضروري يا اخي كلف على نفسك شوي وزور العياده وتاخذ لك فحص. انا يعني اعتقد اول شيء لازم يكون في وعي عام عن البروستات اجمالا، ان شنو البروستات؟ وعي مسؤوليه من دكتور؟ كل الاشخاص يعني، من الاطباء، المراكز الطبيه، مستشفيات وزاره الصحه، اعتقد كل مؤسسه، كل في قطاع الخاص الاهلي او قطاع الحكومي، الكل مسؤول. تكون حملات توعويه في هذا الجانب، حملات توعويه بحيث ان الشخص يدري شنو البروستات، شنو وظيفته، ليش الرجل ثاني اكثر وفيات عند الرجل سرطان البروستات في العالم، فموضوع كبير جدا وليس مسألة صغيرة. لو تشوف الإحصائيات في أمريكا، في أوروبا، في دولنا في الشرق الأوسط، راح تشوف عدد الوفيات للرجل ثاني مرحلة هو البروستات، سرطان البروستات. نعم، سرطان وأمراض البروستات. فهذا الموضوع يحتاج توعية من كل من ناحية الجرائد، مجلات، أطباء. اللي قالوا الأخوان اللي سمعته معنا دكتور في شيء من الصحة؟ نعم هو صح، اثنين من الأخوة أعطوا جواب سليم ما شاء الله. وشفت أن بعد الشباب الأغلب الأخوة مو ساعمين حتى شنو بروستات وشنو وظيفة البروستات وشنو يكون مشاكل البروستات. هو صحيح بعد الخمسين يتعرض له الإنسان ولا ما له علاقة بالعمر؟ ممكن الشاب يتعرض له، ممكن المتزوج، ممكن الغير متزوج. نعم، الشباب أكثر شيء يتعرضون لالتهابات واحتقان البروستات، وما بعد الخمسة وأربعين قد تكون الأورام للبروستات حميد أو خبيث، وبالذات ما بعد الخمسين ضروري للغاية أن الشخص كل سنة يعمل فحص دوري للبروستات بكل حتى لو مو حاس بأي مشاكل. فمن الضروري فحص البروستات لأن قد تكون ورم صامت موجود وقاعد ينتشر وما عنده خبر. نعم دكتور، اللي خاف من طرق العلاج يقول لك يا أخي أنا ليش أروح أفتح على نفسي باب؟ أنا ما فيني العافية، أروح ويمكن يطلع فيني شيء وأنا ما فيني شيء، أو يعني الخوف اللي عند الناس. ووسائل العلاج نبي نطمن الناس ان وسائل العلاج يا جماعه تطورت، ترى بسيطه، مثل ما ذكرت قبل شوي حضرتك. نعم، هو تحليل دم، هو تحليل بول، هو سونار فقط. صح، لكن اللي خايف دكتور اللي الان متردد يقول لي طالعين عشان برنامج والدكتور معاه وقاعد يقول امور سهله، بس لما اروح هناك يمسكوني من عمليه لعمليه، مدى صحه الكلام؟ لا صحيح، بالذات في المجتمع الشرقي كثير من الناس يخافون او عندهم قلق للرجوع للعيادة، ما يرجع إلا في حالات خلاص وصل لمرحلة لا يطاق الألم، أو موضوع صار لفترة طويلة، أو ممكن زوجته هي قاعدة تساعده أنه يراجع الطبيب وهو من نفسه ما راح يراجع، أو من أصدقائه، فبتشوف في نوع من الخجل أنه يراجع الطبيب ويدردش مع الشيء. يعني هو مرض يعني لا سمح الله، يعني هو يفشل مرض بروستاته اللي يقول فيه بروستاته شيء محرج كثير، يعني كثير من الناس ماخذين الموضوع قضية أنه عشان المكان حساس، يعني مكان حساس قضية له للرجولة والأمور، ممكن يكون له قضية الانتصاب وقضية الضعف لا علاقة بالشيء بما أنك ذكرته دكتور، لا علاقة بال أي ألم في منطقة الحوض لما يصير مزمن جدا قد يؤثر على الامور، يؤثر على الانتصاب، يؤثر على المعاشره الزوجيه. نعم، يؤثر على قوه الدم من ناحيه نفسيه، من ناحيه نفسيه نفسيا. نعم، فقط من ناحيه نفسيه قد يؤثر، يتعالج رد طبيعي. نعم زين، ذكرت الشباب دكتور قبل اطلع الفاصل، بس الشباب ليش يتعرض له؟ الالتهاب او احتقان البروستات تطلع عن طريق المعاشرة الجنسية، قد تكون على العادة السرية، على الحمامات، وبعد الأمور مختلفة، عن طريق المجرى البول قد تكون أن هذا الالتهاب عن طريق المجرى البول يوصل للبروستات ويسبب بعد المشاكل. جميل
احنا بناخذ فاصل دكتور ان شاء الله، نرجع حق اسئله جمهورنا ان شاء الله. عاد يسالون عاد تسالوه عاد تسالوه ها سؤالين يلا زين سؤالين بعد الفاصل ان شاء الله، وارقامنا على الشاشه تواصلوا معنا وان شاء الله يكون معنا فائز في نهايه هذه الحلقه. فاصل وراجع لكم. يعطيك العافية، مساك الله بالخير، تعرف عليك الله يسلمك. وياك يونس عبد الرزاق. يونس حياك الله يا اخوي يونس، شلونك؟ والله بخير الله. عسى ما فيك العافية ان شاء الله. الحمد لله الحمد لله. يونس قول لي شنو تجربتك، شنو كان موضوعك؟ والله يا طويل العمر انا مشكلتي طويلة من كان عمري تقريبا 12 او 14 سنة. كان عندي حرقة في البول بعدين تطورت إلى حلقة في القذف في سن البلوغ. ما كنا نعرف شنو المشكلة. طبعا الاهالي الله يعطيهم العافيه الوعي عندهم قليل. نعم. فلما تيجي تكلمه يقول لك مثلا انت ما تشرب ماي، انت ما تاكل، على حد معلوماته، على حد معلوماته. اللي حصل معك؟ اللي حصل معي بعد ما صارت 18 سنه، عقب ما صار عمري 18 سنه رحت بسوي فحص على اساس ادخل كليه عسكريه. نعم. قالوا لي انت لازم تسوي دوالي خصيه في اسرع وقت. رحت احدى المستشفيات اللي ذكروا لي اياها، وصلت هناك وصلوها لمرحلة انه راح تنشال الخصية. نعم. المهم عقب فترة، عقب تقريبا يومين قبل العملية او ثلاثة ايام، قالوا لا ما راح نشيلك الخصية وامورك سليمة ان شاء الله وما عليك الا العافية. سويت العملية، قالوا لي بترد امورك طبيعية ما عليك مشكلة. تميت اعاني من هالمشكلة لبعد ثلاث او اربع عمليات دوالي خصية إلى أن صار عمري تقريبا 28 سنة أو 29 سنة في سنة 2011. حاشني ألم كبير لدرجة أني ما أقدر أقوم من مكاني. هذا من بعد العمليات اللي سويتها كلها؟ من بعد العمليات اللي سويتها 2011 كلها. 2011 حاشك ألم كبير؟
2011. ايش تصرفت؟ على طول يعني احد الاشخاص وقال لي انا اعرف دكتور يعالج الوالد. ليش ما تروح له؟ قلت له اروح له، هي ظلت على دكتور. في وايد دكاتره رحنا لهم، نروح. وصلت عند الدكتور علي زاده، يعني حتى بدون موعد على طول دخلوني. قال لي الدكتور مجرد ما شرحت له الموضوع، نعم، الدكتور على طول قال لي انت فيك انسداد في مجرى البول. قال لي والحين انا راح اسوي لك التحاليل وراح اثبت لك هالشيء. وفعلا سوالي التحاليل اللازمه، سوالي كل شيء، واثبت ان عندي انا انسداد في مجرى البول. عقب ما سوالي العمليه الحمد لله نص المشكله انحلت، اللهم لك الحمد، نص المشكله، حتى الالتهابات اللي كانت موجوده بشكل كبير قلت. هذا من 2011 سويت العمليه مع دكتور علي؟ 2011 سويت العمليه مع دكتور علي. هل في عمليات ثانيه تكررت معك مع دكتور علي ولا هي العمليه هذه؟ ما في، بس هي هذه العمليه. شلون صحتك الان حالتك؟ الحين وايد احسن، وايد ممتاز الحمد لله. لكن انا في سؤال يعني اذا ممكن اساله حق الدكتور علي. ابي في الم مرات يحوشني انا في منطقه الحوض الى تقريبا اسفل القدم، هل هذا لا مشكله في البروستات بعد او لا؟ لان ممكن يعني اعتبره شبه شلل اذا حاشني، يعني ما اقدر اتحرك. قاعد تقوم بالفحوصات الدوريه بين فتره يونس وفتره؟ اي اروح. نعم. فترة في شيء يبين معك ولا سليم الحمد لله؟ الى الان في التهابات ولكن لان انا وضعي قديم. وضعي قديم متراكم. أي. لكن مسيطر عليها مع الدكتور مع المراجعه الدوريه. مسيطر الحمد عليها. لله الحمد جميل. لله بارك الله فيك. عندنا بس اذا تعطي المايك ورا حق الاء. الاء عندك مايك؟ معي. مساء الخير يا الاء. مساء النور. شلونك؟ الحمد لله. طيب ان شاء الله. الحمد لله. انت سكرتيره الدكتور علي عدل؟ نعم. وحده عياده وحده الكلى والمسالك البوليه. ايوه نعم. حياك الله. احنا اللي بنسالك الحين، انت ما راح تسالين. احنا راح نسالك. تفضل. شلون يعني اغلب المشاكل او اغلب التساؤلات اللي يطرحونها عليك المراجعين او المتصلين، شنو اكثر شيء؟ اكثر الاسئله بتتوارد علينا انه بالنسبه انه نحن عندنا مشاكل ما بيكونوا عارفين شو هي المشكله، بموضوع انه عندهم يعني بيدخلوا كثير على الحمام، في تنقيط بالبول، في صعوبه بالتبول، اوقات بيشكوا انه في عندنا دم بالبول، هل هيدا تخصصكم او لازم نروح امراض باطنيه؟ هاي اشتكوا لك انت. نعم بيسالونا على التليفون. لازم يكون عندك المعلومات اللي تقنعينها فيها. نقدر نحكي للمريض انه شو العياده، في اشياء بتكون موجوده معنا، في اشياء لا لازم تراجعوا عياده ثانيه، بس اغلب الاشياء انه اهم شيء. بس يكونوا دائما تعصبين انت. لا صدق الكلام ولا؟ احنا بخدمه المريض على طول طبعا. قواك الله. الله يسلمك ويخليك. الله يعافيك. استاذ اذا عندك سؤالين بشكل سريع. الله يعافيك. اول شيء اثناء تكرم خروج البول بينزل بعد الاوقات خطين بالبدايه، هل هي علاقه بالبروستات؟ اها طيب هي وحده. رقم اثنين، هل البروستات له نظام غذائي معين؟ شكرا جزيلا. لان ما عندنا وقت دكتور، نبتدي بالاجابه من اخر سؤال هنا. نعم لما يكون خطين فعلا صح، قد تكون السائل المذي هو السبب. في بدايه البول ممكن يكون خطين لغايه السائل تخرج، بعدين يصير خط واحد، وهذا دليل على افرازات كثره الافرازات للبروستات. نعم. وهذا هم له علاج بالادويه عشان نفتح قنوات البروستات. جميل. السؤال الثاني من ناحيه التغذيه، التغذيه اساسا لحد الان ما ثبت ان له اي تاثير على البروستات. نعم لحد الان ما ثبت، في دراسات كثيره قاعد تجرى كذا، بس لحد الان ما في اثبات قاطع ان الاغذيه وعتامه له علاقه بوضع البروستات. جميل. ايضا اخونا يونس يقول الالام اللي احس فيها بالحوض ممكن يصيبني بالشلل التام، هل هذا له علاقه بالبروستات؟ طبعا قضيه اخ يونس مزمن كان طويل، والانسداد المجرى كان هو السبب الرئيسي. نعم. لكل المشاكل في منطقه الحوض. نعم لما تصير قضيه مزمنه وفترة طويلة سنين من أيام الطفولة، نعم قد هذا الآلام قد ينزل للتحت وقد تكون، ولا بأس أن واحد يعمل بعد الفحوصات من ناحية العمود الفقري كاحتياط. بس نعم آلامك أعتقد له علاقة بالبروستات. يراجع دكتور يعني يراجع عندكم؟ تنصح المراجعة يزوركم؟ هو قاعد يراجع بشكل دوري. لا المراجعة هذه تكون مجانا اليوم حاضر معنا. أكيد هو. أكيد أكيد. يلا هذه مراجعة مجانا. أكيد يلا. راح نبتدي معاكم السحب الآن مشاهدينا. هذه طبعا هني هذه الأسماء وهذا الكروت قدامكم، إذا ممكن مخرجتنا سارة يعطيك العافية. هذه الكروت فيها اسماء حضورنا الكريم المتواجدين معانا، انا والله ما اطلعت على الاسماء ولا عارف الترتيب ولا شيء، فانا حطيتهم على الطاوله هني حتى ممكن يتم فيها السحب يعني بشكل عشوائي، والجائزه مقدمه من مركز الجاره الالماني التخصصي اللي راح يطلع اسمه معانا، راح تكون جائزته عباره عن 500 دينار مقدمه من مركز الجاره الالماني التخصصي، يراجع فيها اي وقت
وعنده جدول كامل متكامل بال 500 دينار يصرفها بمركز الجرالة الألماني التخصصي، هدية مقدمة من المركز. وبعد شوية راح ناخذ معكم أسماء المسجات. هذه هي نسعد دكتور أسعد يلا ها ولا تسحب لا 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 اسحب الترقي أنا والله ما أعرف بس إن شاء الله. شوف جماعة لا تزعلون عادي اللي ما يطلع اسمه اسحب الكرت هذا. وين أسامة منير؟ أسامة منير يعني هذه المقدمة لك الهدية من مركز جرالة الألماني التخصصي. اسمك اللي طلع معانا موجود إذا ممكن أستاذة سارة مو مبين معاكم. أسامة منير هو اللي فاز. أنت عاد بالخمسة توزعها بينهم كيفك عاد أنت وياهم. مبروك يا أسامة مبروك. هذا هو الاسم. دكتور على ما يجهزون الإخوان أيضا الأسماء عندهم بالكنترول الناس نعم. اللي بعثوا مسجات الفنانين ما شاء الله أشوفك حرصت على المشاركة معاهم في هذه نعم. الحملة. ليش دكتور على ما تجهزون الأسماء؟ أنا أعتقد في برنامج كلينيك السنة الماضية صحيح. ذكرت هذا الموضوع في نعم. ألمانيا أحد النجوم صاب بسرطان البروستات وهذا الشخص عمل حملة نعم. اللي ساعد الانخفاض ورم البروستات بعد بسنة بحوالي نسبة كبيرة جدا صحيح أوكي. نعم. فهذا كان فكرتي إن احنا خلينا نجيب النجوم نعم. وما شاء الله ما قصروا صراحة طارق العلي سيد طارق شفنا العلي شفناه محمد بالضبط شاب حاجية جمال ردحان أحمد يراج بالضبط نعم. بالضبط وأخ محمد منصور كثير نعم. من وصلت الرسالة دكتور من خلالهم بالضبط وصلت احنا قاعد إن شاء الله ممتاز. عندنا نجوحة الأشهر القادمة إن شاء الله نعم. لكي يوصل الرسالة جميل. للجماهير إن شاء الله. أنا طبعا مستمر معاكم الجواز مشاهدينا من مركز الجرالة الألماني التخصصي. يمكن الوقت ما باقي شيء لكن خلنا نعلن هذا الأسمين اللي معانا من مركز الجرالة الأربعين ألف ملف اللي تكلمنا عنهم اللي تابعين لعيادة الجراحة والكلى المسالك البولية بمركز الجرالة الألماني التخصصي. الأسمين الموجودين معانا نقول ألف مبروك. كل واحد فيهم فاز ب 500 دينار. الفائز الاول سيد جاسم السويدي. سيد جاسم السويدي الف مبروك 500 دينار مقدمه لك من مركز الجرالة الالماني التخصصي. ذيلا جماعه اللي لهم ملفات بعياده الكلى والمسالك البوليه اللي له ملف هناك اساسا قاعد يراجع وهم سووا فرز عندهم وطلع معاهم الاسم جاسم السويدي 500 دينار مقدمه من وحده الكلى والمسالك البوليه. وايضا السيد عامر معرفي عدل دكتور عامر نعم. عدل يا محمد عامر ها عامر معرفي الف مبروك عامر معرفي مقدم لك 500 دينار من مركز الجرالة الالماني التخصصي. الان كنترول اسماء الاخوان اللي بعثوا مسجات. عندكم الاسماء ولا الارقام؟ السحب راح يكون معاكم مشاهدينا على الهواء. هذه الارقام امامكم اسماء ها الاسماء. زينب سلمان. زينب سلمان ألف مبروك يا زينب مقدم لك 500 دينار مقدمة من مركز الجرالة الألماني التخصصي عبارة عن فحوصات بتروحين بال 500 دينار هذه عدل دكتور علي؟ صح إيه مو تروحون تقول أعطونا فلوسنا 500 لا يبا تروح هناك عندك مراجعات وعندك مراجعات 500 دينار من مركز الجرالة الألماني التخصصي مش بس وحدة الكلى كل العيادات تختارين ولك 500 دينار الترتيب عاد مع دكتور علي. الاسم الثاني كنترول ها بس اسم واحد؟ أنا ضارب كنترول على الجرالة خليه يوزع 500 اليوم كله. طيب مو مشكلة ألف مبروك حق الكل. عموما نشوفكم على خير ومحبة إن شاء الله. هذا هو برنامجكم بالسنة الجديدة برنامج مركز الجرالة الألماني التخصصي وهذه هي الحلة الجديدة اللي تقدم لكم من كل أسبوع إن شاء الله على الهواء مباشرة من تلفزيون الراي. جمهور راح يكون متواجد معانا وضيفنا الكريم راح يكون متواجد معانا. الأسئلة متبادلة ما بينهم اللي عنده تجربة خاصة جوائز مقدمة من مركز الجرالة الألماني التخصصي كل أسبوع من العيادات اللي بالمركز حق الجمهور اللي موجود معانا وحق الناس اللي يبعثون أيضا مسجات. نشوفكم على خير محبة. دكتور عندك كلمة بالختام؟ مشكور حلقة كانت مميزة بالتأكيد وجودك وجود إخواني وأخواتي الموجودين معانا. تسلم أهلا وسهلا. إذا المشاهدين نشوفكم على خير محبة وتصبحون على أمن وأمان وصحة بالأبدان. فما الله.